السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير. لاباس تكون بروكا اليوم في ميركادونا ان شاء الله. نشارك معكم داكشي اللي كنحتاجوه من العيد. جيتكم نيشان نفحم عاملين له كيف ما كتشوفوا هو، وكاين ديال حتى الشعالات كيف ما بغيتو. المهم اللي كيعرف يشعل راه كيشعل، غير ديك في حماس كيعملوهم فوق البوطه اللي عنده الغاز، وكتعملوهم على يعني ديك فحم اخر. واللي ما كيعرفش راه ديك الشعالات حتى هما كيشعلوا. هذا فيه كنظن فيه ثلاثة، وقيلة كيعمل 3 الأورو و50، لما خافتش نكذب. هذا هو الثمن ديالو، كنظن وقيلة 3 الأورو و50. كنظن على ما أظن. المهم ناس كاملين كيديوها من هنايا الباربكو كيف ما قلت لكم، والثمن ديالو 3 الأورو و50. المهم ما فايتش هذا الثمن، هذا ما باليش مزيان. ديك شنو سميتو الثمن ديالو ما بانش. كما قلت لكم الشعالات هما هنايا، وغادي نوريكم كذلك. المهم هاد البرودكتوز ديال اللي كيبعدوا ديك الناموس وديك التخربيق، كما كتشوفوا كاينين هادو نسيت شنو كيقول لهم، حنا كنقول لهم بشيره ولا شي حاجه بحال هكذا الاسم ديالهم بالعربيه كيفاش عامل. وكاينين حتى ديال الناموس كاينه هاد الشميعه، هادي عجبتني، كتحطها الا بغيتي في بيت العواول، فيها الريحه ديال الليمون. وكاينين بزاف، كاينين هادوك ديال البريز، كاينين بحال المهم الحاجات اللي كيتحطوا هذا كيتعلقوا. لكن هذيك ديال الشمعه عجبتني بزاف، يعني كتحطها خصوصا في البيز ديال العواول، اذا هذا ميسيتا ديالو ما كيجيوش. يفضلهم احسن تبعدوا على شنو سميتو، على هذا الفليط اللي كانت عندكم الدار كبيره مهويه بزاف. هنا جابوا هذا الباك، هذا ديال غارني ديال كريمه ديال الشمس، 11 الاورو 50، باك فيه ثلاثه. هذا مويالطا فيه 50، حيت كاين 50 وكاين 30، على حسب نتوما اش كتفضلوا وعلى حسب البلاصه اللي ساكنين فيها. مثلا حنا هنا في مدريد الحراره يعني كتفوق فوت 40، ضروري خصك 50. يعني مثلا مدن هيدا اللي كتكون ساحليه ما فيها شي حاره بزاف تستعملوا غير 30 بركه. هنايا هاد البسيطمات هادو جابوهم ديال الصيف، عيد تحطوا فيهم اللي بغيتوا، ولكن الثمن ديالهم طالع شي شويه، يعني 6 الاورو 50 بسيطه. وستيتيون العود 4 الاورو 50، ماشي شي حاجه اللي تستاهل هذاك الثمن، ولكن المهم غير الديكور وصافي ديالهم. اصلا ما كيتباعوش بزاف هادو، ما قليل في كيشيهم شي واحد، ماشي شي حاجه. وجابوا هاد ماسك ديال الوجه، هذا ديال السامر، هذا المهم بعد هيدا العام الانسان اللي كيعوم مزيون بزاف، اورو 50 كاملين صراحه مزيونين. وهاد القام هادي دخلوها جديده ديال الماسكاريات والشرطات، حتى ما شاء الله نجربهم ونرد لكم. وكريمه ديال ماشي ديال الشمس، المهم كريمه عاديه حتى هي فيها 50 الا بغيتو ترطب، ولا بغيتو حمايه من الشمس كاينه هذه كتعمل 7 ديال الاورو. صراحه هذه حتى هي مزيونه ورخيصه وفيها 50 ديال حمايه الشمس. هنايا بنات غادي نشارك معكم داكشي اللي تسخرت، المهم شي حاجه غير سخرة عاديه وصافي. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا داك الادو ديال فانيليا، واخر ديال دوسي دي ليتشي بجوج بيهم. وهنايا هاد البارفان هذا اللي دخلوه جديد باورو 50 مزيون فيه الريحه ومسانية. وهداك اللادو اللي كتشوفوه انت حيت فيه 7، هداك مزيون بزاف بزاف يعني بالنسبه للاطفال العواول. المهم انتو كتعرفوا ديت هذيك ديال البيتزا ديال 400 غرام، صراحه هذيك مزيانه وصافي. هادشي اللي كاين كيف ما كتشوفوا. والحوت ديت الحوت عادي ما كيكون رخيص. وهنايا غادي نشارك معكم الحويجات اللي تاخرت، المهم شي حويجات اللي تاخرتهم غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. اول حاجه هاد المهم الملابس الداخليه ديال العواول، هادو ب7 ديال الاورو، فيهم 6، المهم كاينين اخرين فيهم 10 حتى هما ب7 الاورو، ولكن المهم بنتي خصها إلسا مات إلسا. ايوا صافي ديتها، لا قلت لها ديها كتحمق على شي حاجه، يعني شي حاجه ديال إلسا كتموت عليها كيف ما كتشوفوا. وديت المهم تقريبا بزاف الحاجات ما ديتهم في شي في تخفيضات، المهم تاخرت وصافي. هنايا هاد التقشرات هادو 3 الاورو و50 كيف ما كتشوفوا، كيجيو فيهم تاهما هادو 7 و3 الاورو و50 فيهم اللوينات.
ديت هادو كانوا عاملين لهم 3 الأورو 50 هاد السريولات هادو، واخا تشوفوا فيهم المهم فيهم تقريبا يعني فيهم 3 سنين، ولكن كيجيو جاوها كبارين، واخا داك جاوها كبارين. هادو خلوهم بجوج ديال الاورو، صراحة خلوهم بجوج ديال الاورو. هادو هما ديك الشورتس ديال الأورو 30 الا كان ولادكم عندهم 3 سنين. هذا جاها صغير، هذا جاها صغير، يعني كان خاصني ندير لها ديال 2 عامين، وخاي عندها 3 سنين. هذا جاها صغير، يعني الطاية توافين شي شويش بزاف، ماشي غير شوي. هذا نقدر نقول لك حيت سبيدو جاها شي شويش، ولكن جا طويل. فيهم جوج كيف ما كتشوفوا، قلت لكم هذوك ديتهم بجوج اورو، والشورت راه عامل لهم 30 اورو، 33 اورو 30. حتى هاد الكاميسيتات هادو تا هما هادو اورو 80. المهم لبسه هيدا د الحوايج د باركي وصافي، ماشي شي حاجه غير كتعرفوا كيخرجوا من باركي كيلعبوا بيهم. هادو اورو 80 هاد كاميسيتات بالحق مزيونين، صراحه مزيونين. ديت لحتى هادو ب5 الاورو، هادو عاوتاني هادو كاميسيتات مزيونين البنات، لوينس فيهم مزيونين. وكاينين حتى ستيل اخر تم ب5 الاورو، ولكن حاسبين واقيلا فيهم 7 كنظن، هادو فيهم غير 4 حيت مزوقين فيهم، فيهم ديبوخوس، فيهم داكشي كما كتشوفوا ها كيفاش كيجيو، صراحه مزيونين بزاف، ما كيبانوش هيدا غير ديال الدار وصافي، فيهم ديكور مزيون. كيعملوا 5 ديال الاورو، وحتى الثوب كاليتي ديالهم مزيون. كما قلت لكم كاينين اخرين حاسبيين، انا عجبني الثوب ديال هادو، جاني مقطن، فضلت ندي هادو حسن ما ندي اخرين. عاوتاني ديت 13 عاوده بد ديال الكره، 3 الاورو 50 حتى هما. ديت هاد المرات ستيل هذا ما كيعجبهمش، هما 13 كحل. المهم حاولت نديهم مخلطين، فيهم كري، فيهم وديك اللوينات وصافي، دغين ما كيمشيو صراحه تقشرات. انا اللي ديت غير جوج كاميسيطات من بريمارك، المهم ما كاينش شي حاجه من غير بيجامات وديك الكسيوات وصافي. ديت انا هاد كاميسيطات هادو كيجيو مزيون، هادو مكتوبه فيهم مدريد، الثوب ديالهم مزيون ورطبين. عامل لهم 3 ديال الاورو، ولكن ديتهم بجوج ديال الاورو. وهادو عاوتاني جوج اورو حتى هما، هادو لا هما جوج اورو 70، جوج بهم جوج اورو 70، حيت في التيكيتاج جبرت انت ديك البيطه جوج اورو 70، واخا كاتبين فيها 3 ديال الاورو. هنايا ديت هذا الغشاوي ديال المخاي حتى هما كيعملوا 4 د الاورو، حتى هادو مزيونين بزاف، الثوب ديالهم مزيون. المهم كيتقاموا جوج اورو للبياسه، صراحه مزيونين صافي. ديت غير المهم باك فيه جوج، باك فيه جوج بجوج الاورو باش. وديت من ليفتيس، ديت هاد البياسة هادي من ليفتيس 3 الاورو و99. هادي اللي جبرت صراحة فيها الطاية، هادي ديتها هي في السريول ديالها، وكانوا باقين تما، ولكن طايات باقين، طايات كبيبرين، طايات صغيرين ما جبرتشي. وصافي ديت هادي حتى هي من هذا من ليدل فاكتوري، المهم من ليدل فاكتوري ماشي ليدل، المهم ماشي مديتهاش من ليدل العادي فاكتوري اللي كاين هنا في مدريد. ديتها ب3 الاورو، تقشرات هادو ديتهم باورو، فيهم 3 ديال ميكي ميني ديال كيتي. وصافي البنات هادشي اللي كاين. وديت حتى هادو ب50 سنتيم من تما، حتى هما مزيونين عجبوني بزاف. وصافي البيجاما وريتكم كيفاش كتجي، كيجي سريول ديالها مزيون، وهادشي اللي كاين البنات. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.